مساء الخير للجميع، عام جديد وفقرات جديدة، واليوم مع فقرة ملخص كتاب ورواية الفرنسي غوستاف فلوبير مادام بوفاري. يعد الروائي الفرنسي غوستاف فلوبير المولود في 12 من كانون الأول سنة 1821 في مدينة روان الفرنسية، والمتوفي في 8 من أيار سنة 1880، المحرك الرئيس للمدرسة الواقعية للأدب الفرنسي. وتعد رواية مادام بوفاري الصادرة عام 1857 تحفة أدبية وأكثر أعماله شهرة، إذ تقدم تصويرا واقعيا للحياة البرجوازية. وقد بدأ غوستاف فلوبير مسيرته الأدبية في المدرسة عام 1837، وفي عام 1841 التحق بكلية الحقوق في باريس، وقد تم التعرف على إصابته بمرض عصبي عد نوعا من أنواع الصرع على الرغم من غياب الأعراض الأساسية، مما دفعه للتخلي عن دراسة الحقوق وتكريس وقته بالكامل للأدب. تدور أحداث رواية مادام بوفاري في منطقة ريفية شمال فرنسا بالقرب من مدينة روان في النورماندي، وتبدأ بتشارلز بوفاري وهو مراهق خجول يرتدي ملابسا غريبة، يصل إلى مدرسة جديدة يتعرض فيها للسخرية من زملائه الجدد، ويكافح للحصول على شهادة طبية من الدرجة الثانية، ويتزوج من امرأة أرملة ثرية مزعجة من اختيار والدته. وفي أحد الأيام يقوم تشارلز بزيارة لمزرعة محلية لمعالجة ساق مالكها المكسورة، وهناك يلتقي بابنة مريضه والتي ينجذب إليها على الفور، وهي شابة جميلة تدعى إيما، حصلت على تعليم جيد في الدير ولديها تلهف قوي للرفاهية والرومانسية المكتسبة من قراءة الروايات الشعبية. ويقوم تشارلز بالزواج من إيما بعد وفاة زوجته وبعد موافقة والده. بعد الزواج تجد إيما أن حياتها الزوجية مملة وفاترة، خاصة بعد أن قامت بحضور إحدى المناسبات الأرستقراطية الراقية برفقة زوجها في منزل أحد النبلاء، ونتيجة لذلك يقرر تشارلز الانتقال إلى مدينة أخرى ذات أسواق كبيرة، اعتقادا منه أن زوجته بحاجة إلى تغيير محيطها وبيئتها. وفي المدينة الجديدة ينجب طفلة ويسمونها بيرثي، لكن الأمومة تثبت خيبة أمل إيما التي أصبحت مفتونة بشاب ذكي يدعى ليون، وهو طالب حقوق والذي يشاركها في اهتماماتها الأدبية والموسيقية، ويعيد لها ما فقدته مع زوجها غير الملم بهذه الاهتمامات. وللحفاظ على صورتها كزوجة وأم مخلصة، تخفي إيما احتقارها لتشارلز، وتتعرض إيما لصدمة كبيرة بعد علاقة غرامية بنهاية لم تتوقعها مع أحد الأثرياء أوقعتها في مرض مميت. تتجه بعدها ولفترة وجيزة إلى الدين، وبعد أن تتعافى إيما بشكل كامل تقريبا، وبعد إصرار من تشارلز يقومان بحضور الأوبرا، وهناك تلتقي إيما بليون مرة أخرى والذي كان قد سافر إلى باريس للدراسة، وتبدأ علاقة غرامية بين إيما وليون، حيث تسافر إيما أسبوعيا لملاقاة ليون، في حين يعتقد تشارلز بأن زوجته إيما تتلقى دروسا في البيانو. وتنتهي رواية مادام بوفاري بوفاة إيما وتشارلز. أما سبب وفاة الزوجين فسيتم التكتم عنه إلى جانب عدد من الأحداث المفصلية، حفاظا على حبكة الرواية. اعتبرت مادام بوفاري تحفة الروايات الواقعية والعمل الذي أسس للحركة الواقعية في الأدب الأوروبي، ولقد قضى غوستاف فلوبير 5 أعوام في إنتاج هذا العمل بسبب تركيزه على تألق الأسلوب فيها. فاتبع الكاتب أسلوب المفارقة الذي يتضح في الرواية بين الحياة البرجوازية وحياة القرية، والشخصية العلمية الجامدة المتمثلة في تشارلز، والشخصية الرومانسية الحالمة التي
تعبر عنها إيما، وكثر أسلوب الهجاء الاجتماعي الذي ظهر عن طريق الشخصية الرئيسية. لا يحاول غوستاف فلوبير في روايته إعطاء القارئ صورة كاملة لشخصياته، بل يقدم عبر الفصول ملامحا صغيرة للشخصية تكتمل مع القارئ في النهاية، وقد اعتنى الكاتب بالتفاصيل الدقيقة، فكان حريصا على أن توضع كل كلمة في مكانها الذي يحقق معناها الصحيح، مستخدما الزمن للتلاعب بالمشاعر. فعندما تشعر إيما بالملل، يكثر الوصف ليشعر القارئ معها بالملل. لم تبدأ رواية مادام بوفاري بالتركيز عليها، بل بدأت تظهر بطلة الرواية في الفصول اللاحقة، وهذا ما يثير لدى القارئ الفضول لمعرفة من هي الشخصية الرئيسية في الرواية. فلم يخبرنا الراوي عنها إلا كشخصية ثانوية في البداية، ومن خلال مونولوج تشارلز. وقد قامت الرواية من الناحية الفنية على الاهتمام الشديد بالتفاصيل وعمق الدراسة النفسية للشخصيات. اعتمد الكاتب الوصف التعبيري بشكل خاص في الرواية، ولم يتردد عن وصف نفس المكان عدة مرات، ولكن في ظروف مختلفة ونظرة مغايرة من الشخصيات، إذ يعتبر هذا الوصف دعما قويا للتحليل النفسي. ومن خلال بناء تطابق وثير مع مشاعر الشخصية والمساحة التي أمامها، على سبيل المثال نوم الأشياء والتمثال التالف، كلها أمور تعبر عن خيبة الأمل والملل والإحباط، فاتبع الكاتب الترابط بين تدهور العالم والتدهور النفسي. انتشرت في الرواية عبارات وأوصاف رومانسية ساخرة، إذ إن الكاتب اعتبر أن هذا من الناحية الفنية يعبر عن الجانب الحقيقي في الحياة. ولقد تم بناء الرواية على الجمع بين هذه الرومانسية الساخرة والسرد الواقعي الحرفي. لم يكثر الكاتب من أسلوب الحوار المباشر في روايته، إذ اعتقد أنه ثرثرة لا يسمعها أحد، وفضل الحوارات الداخلية التي ترجع الشخصية إلى عزلتها، والتي تعبر عن أن لغة التواصل قد تكون غير كافية أحيانا للتعبير عن الأفكار. وفي المقابل تعددت الأصوات السردية داخل الرواية، إذ بدأ بسرد الفصل الأول في الرواية بضمير الجماعة وبصيغة المتكلم، ثم تلاشى هذا الصوت وظهر صوت آخر، ليقتصر بعدها على ملاحظات تشارلز، وتم استخدام ضمير الغائب في بعض المواطن التي يتحدث بها الراوي، وهو أسلوب الكلام الحر غير المباشر، إذ يتم التعبير عن الأفكار والمشاعر دون إسنادها إلى شخص ما. عندما صدرت رواية مادام بوفاري، أحدثت ضجة غير مسبوقة في فرنسا، وذلك يعود للجرأة المستخدمة فيها وكشف الذات الذي سعى إليه غوستاف فلوبير عبر شخصياته، لتصبح بعدها الرواية الواقعية الأكثر شهرة في العالم. وقد أثرت هذه الرواية في الرؤية الأدبية اللاحقة لفن الرواية، وبدأ النقاد يتفحصونها من حيث الفكرة والعمق والأسلوب واللغة، فخرجوا بمجموعة من الانتقادات حولها، بداية بتعدد الأصوات السردية في الرواية والذي أوقع القارئ في اللبس أحيانا، فلم يعرف لمن ينسب الحوارات والتعليقات والأحكام. اعتبرت رواية مادام بوفاري رواية إباحية في فرنسا فور صدورها، وقد تمت محاكمة غوستاف فلوبير بسببها، إلى أن تمت تبرئته لاحقا. واعتبرت كذلك رواية نقدية للقيم السطحية والدنيوية للطبقة البرجوازية، إذ تفضح الرواية الاحتقار الشديد الذي يحمله غوستاف فلوبير لسلوكيات هذه الطبقة الاجتماعية، بوصفها بالحيوان البليد والمبتدل المريض. قدمت هذه الرواية ببراعة تامة حول الوجود البشري، والسبب الأول لكونها تحمل كل هذا التأثير أنها رواية حادة ومثيرة للسخرية. تعد رواية مادام بوفاري من روائع الأدب الواقعي لما تحمله من أفكار اجتماعية
وتحليل نفسي للإنسان الذي يشعر بالضجر من المظاهر المدنية والبرجوازية الرتيبة والجامدة والتعب الوجودي الذي يتأزم به إنسان هذا القرن. شكرا لمتابعتكم، وإذا أعجبكم هذا المحتوى المرجو الضغط على زر الاشتراك وعلى زر الإعجاب، وإلى فقرة جديدة.